البداية إذن من أوكرانيا، حيث ردت على تصريحات وزير الدفاع الروسي أن بعضا من الوحدات الروسية التي تجري مناورات وتحركات على الحدود الغربية قد غادرت وعادت إلى قواعدها. ردت بأنها ستثمن ذلك إن تأكدت من حصوله، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه الأمين العام لحلف الناتو، الذي قال إنهم لم يلاحظوا تراجعا روسيا، ولكن إن حصل فسيكون إشارة إيجابية من موسكو تبعث على التفاؤل. يذكر أن وكالة رويترز نقلت عن وزارة الدفاع الروسية تأكيدها أن وحدات كانت تشارك في المناورات العسكرية على الحدود الغربية عادت إلى قواعدها، بيد أن روسيا توعدت برد قاس إن قتل أي من جنود أو جندي روسي في مناطق التوتر الحالية شرقي أوكرانيا. وفي الوقت الذي عقد فيه المستشار الألماني مباحثات في موسكو مع فلاديمير بوتين، أدان سيرجي لافروف التصريحات البريطانية وطالب لندن بالاعتذار. لمناقشة المشهد الأوكراني أرحب بضيفي السيد خالد الترعاني الباحث في الشؤون الأمريكية من واشنطن، أرحب بضيفي أيضا السيد محمد بركات الباحث في الشؤون الأوروبية من بروكسل. أبدأ معك سيد محمد بركات من بروكسل، يعني هل نحن أمام بوادر انفراج جدية الآن بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سحب جزء من قواتها العسكرية؟ بالطبع نحن الآن أمام بوادر انفراج. المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس بوتين مع المستشار الألماني يشير يدل على أن هناك توافق في العديد من النقاط. تم التطرق إلى المصالح الاقتصادية لألمانيا ولدول الاتحاد الأوروبي مع روسيا. ألمانيا تستورد الغاز من روسيا بنحو 20% من سعره في الأسواق العالمية. تم التطرق إلى العديد من المصالح المشتركة، وأيضا تم الإشارة إلى ضرورة عدم وقوع ونشوب حروب أخرى جديدة في أوروبا، فبالتالي البوادر كانت جيدة. وأيضا ألمانيا تدفع الآن نحو التفاوض، ليس لديها مصلحة وليس لدى أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية في اندلاع حرب جديدة. هذه الحرب لن تكون حربا محدودة. الرئيس بوتين ذكر مؤخرا بأن حلف شمال الأطلسي أكيد أنه أقوى منا عسكريا، ولكن يجب أن لا ننسى أن روسيا هي قوة نووية، فبالتالي المصالح المشتركة المتبادلة ورغبة روسيا في رسم خارطة جديدة للأمن والسلام في أوروبا تدلان على أن هناك فعلا لدى روسيا الرغبة في عدم وقوع الحرب، ولكنها تريد الحصول على الضمانات كما تعلمون من أجل عدم امتداد حلف شمال الأطلسي شرقا. طيب سيد خالد الترعاني، يعني هل نحن فعلا في حالة ما قبل الحرب كما كان يوحى بذلك، أم أن هذه الاحتمالات تراجعت الآن بعد أن أعلنت روسيا عن سحب جزء من قواتها؟ يعني أنا أعتقد أن سحب روسيا لجزء من قواتها هو تحرك تكتيكي ومناورة ليس أكثر. برأيي أن هذا الحشد الكبير جدا الذي حشدته روسيا يعني ينذر بأنها جادة، ولكنها تشير ويعني تعطي بالغمز واللمز لأوروبا وللمنظومة الغربية بأنها مستعدة لأن تتراجع إن تحققت شروط روسيا، وأهمها هو التزام أوكرانيا بعدم الالتحاق بحلف الناتو. برأيي أن القضية الأوكرانية لا يمكن أن ينظر لها على أنها فقط هو غزو روسيا لأوكرانيا أو مهاجمة بعض المناطق الشرقية أو فرض. أنا برأيي هو جزء من هذه التوجه الروسي لفرض روسيا كلاعب رئيسي في العالم، تريد أن تعود هي القطب الثاني، أو هي بثنائية مع الصين تريد أن تعود كقطب موازي للولايات المتحدة الأمريكية، فلا بد أن ينظر لها بصورة أشمل وأعم من أنها فقط هي المناورات على حدود أوكرانيا. طيب سيد محمد بركات، ما فرص المستشار الألماني بلعب هذا الدور وبخفض التوتر الحاصل الآن برأيك؟
ألمانيا لديها مصالح اقتصادية كما ذكرت مع روسيا. دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام تستورد حسب الإحصائيات، أحيانا يتم التحدث عن 40% من الغاز المستهلك في أوروبا، وأحيانا نحو 60% يستورد من روسيا وبأسعار منخفضة جدا مقارنة بأسعار الغاز والطاقة في السوق العالمية. فبالتالي ألمانيا لديها هذا الدور محاولة منها تجنب وقوع الحرب، لأن ألمانيا تعلم بأن أي حرب في المنطقة لن تكون حرباً إقليمية، وإنما ستكون حرباً أكثر شمولية وتلحق الكثير من الأذى والضرر في معظم الدول في العالم وخاصة دول الاتحاد الأوروبي. يجب أن لا ننسى أن روسيا وأوكرانيا هي مزارع القمح والحبوب والشعير التي تستوردها الكثير من الدول ومن بينها الدول الأوروبية، فبالتالي نشوب أي حرب سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية، ارتفاع أسعار الطاقة حاليا في السوق العالمية، المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الدول الأوروبية، كل هذا يمنع في الواقع ويشجع الأطراف التي تريد إجراء والاستمرار في المفاوضات تشجعها على الاستمرار في ذلك. فيما يتعلق بمقال الزميل بخصوص أن روسيا تريد أن تفرض نفسها، في الواقع الرئيس بوتين خلال السنوات الأخيرة استطاع أن يعيد روسيا إلى الساحة الدولية كقوة هامة في العالم، وجدنا دوره في العديد من المناطق. وأيضا عندما نعلم بأن نسبة كبيرة من سكان أوكرانيا يتكلمون الروسية، المناطق أيضا هناك تطالب بالانفصال، دنباس وغيرها غالبية سكانها من الروس، فهو أيضا يريد حماية الناطقين بالروسية، ويريد أيضا إعادة هيكلة ورسم خارطة السلام في أوروبا، يريد الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية خاصة من أجل عدم وقوع معارك ومشاكل في المستقبل. وجدنا ما حصل عندما جاء الرئيس ترامب، قام بإحلال الفوضى على الساحة الدولية، وهذا أعتقد ما يريده الرئيس بوتين. طيب سيد خالد، يعني هل بدا الموقف الروسي حريص على التمييز بين المواقف المختلفة؟ يعني التعامل مع الأمريكيين ربما كان أكثر إيجابية من التعامل مع الأوروبيين، هل الأوروبيون والأمريكيون متوافقين على كيفية التعامل مع الملف أو مع الأزمة الأوكرانية تجاه موسكو؟ يعني خلال السنوات الماضية، خصوصا خلال رئاسة دونالد ترامب، والآن بعد مع وجود جو بايدن الذي هو صديق أوروبا ووضع العلاقة مع أوروبا على سلم أولوياته، بالإضافة إلى التعامل مع روسيا والصين، هناك توافق إلى حد ما، ولكن هناك تمايز أيضا. يعني عندما وجدنا أن ماكرون يحاول أن يرسم خط منفصل له في السياسة الخارجية، أو يحاول أن يقوم بمجهود مستقل يؤكد على استقلالية فرنسا وعلى مكانة فرنسا، برأيي هذا يعني يعطي إشارة إلى أن الغرب ليس كله بالضرورة على قلب رجل واحد أو قلب امرأة واحدة، لا أعلم. على أي حال، أعتقد أن هناك إرادة روسية جمعية على أن على حماية المصالح الروسية وعلى الدفاع عن ما تعتقد روسيا بين قوسين أنه مصلحتها بعدم دخول أوكرانيا في حلف الناتو وما إلى ذلك. هذه الإرادة الجمعية الموجودة عند روسيا ليست موجودة برأيي في حلف الناتو الذي هو عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة. على الطرف الآخر، أعتقد أن الولايات المتحدة والتصعيد هذا المحموم والذي رد على من جانب الولايات المتحدة، والذي رد عليه الرئيس الأوكراني بأنه لا يعتقد أن الأمور على هذا المستوى من الخطورة، يعني هو أراد أن يصب بعض الماء البارد على هذه الحمى الحرب التي تقرع طبولها الولايات المتحدة، برأيي أن الولايات المتحدة مهتمة بالتصعيد إلى حد كبير لاعتبارات داخلية للرئيس جو بايدن. هو يعني يعاني من واحدة من أسوأ مستويات التأييد في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن الاقتصاد في حالة يعني مهزوزة إلى حد كبير، ونحن نعلم أن أي حرب هي جيدة جداً
للاقتصاد المهزوز. طيب سيد محمد بركات، يعني إن كانت روسيا أبدت انفراجة نوعا ما لخفض التوتر القائم حاليا، كيف يمكن تشكيل نقاط التقاء الآن ومن ضمنها الضمانات التي تتحدث عنها روسيا من أجل الذهاب للتفاوض بعد ذلك؟ يعني ما الذي سيرضي روسيا الآن؟ أعتقد في هذه الحالة وفي الكثير من الحالات والأزمات المشابهة هناك ما يجري فوق الطاولة وهناك ما يجري تحت الطاولة. الاتصالات مستمرة، ربما ليست علنية، وربما يتم إعطاء ضمانات لروسيا بعدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. فأعتقد يعني التصريحات الرسمية، ولكن هذه التصريحات على سبيل المثال لا أحد يعلم ما الذي جرى خلال الاجتماع المغلق بين المستشار الألماني والرئيس الروسي. لا أحد يعلم بالضبط بالتحديد ما الذي تم الاتفاق عليه، ولو ببوادر اتفاق بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي. فبالتالي يعني هناك الكثير من الأمور التي تبقى خفية، والدليل على ذلك هو التناقض في التصريحات. حتى تصريحات أي طرف كانت أحيانا تتجه نحو التصعيد، وتارة أخرى نحو توجه نحو المفاوضات وضرورة إحلال السلام إلى آخره. فهذا يدل على أن الوضع طبعا، وما نعلم من معلومات عما يجري خلال هذه الأزمة لا يدل فعلا على حقيقة وعلى واقع ما يجري. هناك كما نقول ما خفي كان أعظم. طيب يعني سيد خالد، أيضا في إطار ضغوطات روسيا خلال هذه المرحلة، مجلس الدوما اعترف بمنطقتين في أوكرانيا كمنطقتين أو كدولتين مستقلتين. إلى أي مدى أيضا هي استراتيجية في إطار التصعيد ولكن تأخذ شكلا آخر خلال هذه المرحلة؟ نعم، يعني هذا يريد روسيا تريد أن تضفي شرعية على تدخلها بأوكرانيا بأن هذه مناطق مستقلة، ونحن أتينا للدفاع عن أشخاص يتحدثون الروسية أو عن دولة مستقلة حليفة أو أي شيء من، يعني هذا نجد دائما في كل الحروب، وجدناها أن الطرف المعتدي الطرف الغازي يريد أن يعطي شرعية لغزوه من خلال مثل هذه الإجراءات. بالمقابل الكونغرس مجلس الشيوخ الأمريكي بالأمس أكد على استقلالية أوكرانيا توقف عن فرض عقوبات على روسيا، وإنما أكد على استقلالية أوكرانيا، بمعنى أنه إذا أكد على استقلالية أوكرانيا يعني إذا كان هناك غزو روسي فسوف يتمكن من فرض عقوبات. هي في الحقيقة ما نسميه دبلوماسية الحافة، الكل يريد أن يصل إلى الحافة ولكن لا يريد أن يتجاوزها، والكل يريد أن يقنع الطرف الآخر أنه مستعد أن يتجاوز الحافة إذا دعا الأمر. ويعني هذه هي في النهاية هي الدبلوماسية العالمية. برأيي أن روسيا جادة بخوض الحرب إذا لم يتحقق لها ما تريد، وبرأيي أن الغرب مستعد للدفاع عن أوكرانيا إذا قامت روسيا بالغزو، فقط لأن في النهاية ليس بسبب أوكرانيا وحسب، وإنما بسبب أن هي قضية فرض إرادات. إذا فرضت روسيا إرادتها فهذا يعني أن روسيا تتمدد وتأخذ هذه المكانة وتحقق مكاسب على مستويات مختلفة على الساحة العالمية. في الحقيقة يعني روسيا موجودة الآن في ليبيا وموجودة في سوريا وموجودة في كل مكان، هي تريد دائما تريد أن تذهب إلى أماكن المياه الدنيا، وهي تسعى لذلك. محاولة تحجيم روسيا هو هدف الناتو والمنظومة الغربية، برأيي كل جاد جدا بتحقيق ما أرد. طيب يعني سيد محمد بركات، هل يمكن أن يتراجع بوتين حقيقة بعد كل هذا التصعيد والحشد العسكري؟ لا أعتقد أنه سيتراجع. أعتقد أن هناك كما ذكرت اتفاقات ومشاورات وتبادل أفكار، وربما في النهاية موافقة حلف شمال الأطلسي على الطلبات الروسية. يعني هناك نقطة هامة، وهي أن أوكرانيا تطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي،
ولكن منذ سنوات ونحن نسمع بأن أوكرانيا لا تلبي المعايير للانضمام سواء لحلف شمال الأطلسي وأيضا للاتحاد الأوروبي. فبالتالي من هذا المنطق الجانب الآخر يقول أننا نحن مع سيادة الدولة وحرية اتخاذ قرارها بالانضمام أو عدم الانضمام، ولكن هناك معايير يجب أن تحترمها أوكرانيا. فبالتالي أعتقد أن في النهاية سيتم اتفاق بين روسيا والأطراف الأخرى من أجل إعادة تشكيل وهيكلة خارطة الأمن والسلام في أوروبا، وذلك من مصلحة الجميع. هناك نقطة أخرى، يعني ربما تكون هناك أطراف لديها مصلحة في استمرار الأزمة. وجدنا أن الحروب في الشرق الأوسط، أفغانستان، العراق إلى آخره بدأت تهدأ، واستهلاك الأسلحة في العالم بدأ ينخفض، وكما ذكر الزميل عندما تقع حروب ينهض الاقتصاد. الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى اقتصادها مبني على صناعة ويعتمد على لوبيات تصنيع الأسلحة، فبالتالي من مصلحة وجود توترات في العالم. ولكن كون هذه التوترات داخل القارة الأوروبية، أعتقد أن هذا يحمل الدول الأوروبية على التفكير ملياً. حتى أوكرانيا بدأت تفكر، والتصريحات المتناقضة، ولكن معظمها يفيد بأنه لا داعي للتهويل، لا داعي لكذا. فبالتالي أعتقد في النهاية سيتم التوصل إلى اتفاق كما كان متوقعا منذ أسابيع، منذ بدأ الأزمة بشكل حقيقي. شكرا جزيلا لك سيد محمد بركات، الباحث في الشؤون الأوروبية من بروكسل. أشكر ضيفي أيضا السيد خالد الترعاني، الباحث في الشؤون الأمريكية من واشنطن، على هذه المشاركة.